اتصدرت أخبار الانتخابات الرئاسية في الخارج الترند في السوشيال ميديا، وشفنا كتير من المصريين اللي عايشين بره مصر بينشروا صور ليهم هم بينتخبوا في مشهد حضاري وديمقراطي يدعو بجد للفخر. شفنا كمان صور وفيديوهات لأعداد من المواطنين واقفين عند مراكز الاقتراع في السفارات بتأكد إنه في إقبال كبير من المصريين في الخارج على الانتخابات. كمان كان في عدد من الفنانين اللي مرتبطين بتصوير اعمالهم الفنيه في الخارج واللي راحوا اللجان عشان ينتخبوا، زي طبعا الفنان احمد بدير واللي ادلى بصوته في لبنان، واشرف عبد الباقي اللي ادلى بصوته في السعوديه. مبسوط طبعا ان الناس مهتمه وبتشارك في الانتخابات حتى في خارج مصر. يمكن النهارده انا مش لاول مره ببقى خارج مصر وقت انتخابات، هي صدفه غريبه يعني، لكن طبعا الواحد بيبقى حريص ان هو يعمل دوره يعني. كل المصريين موجودين